أهلا بيكم في برنامج الصبح من 218. لو رجعنا للتاريخ حنلقوا أن المرأة شاركت في أعمال واجد من الأعمال اللي كانت صعبة عليها في ذلك الوقت، لكن رغم هيك ما استسلمتش واستمرت في العمل. المرأة شاركت الرجل في الحياة بكل تفاصيلها ودافعت عن الحرية وشاركت في الحروب وحتى في مواجهة العدو بالشكل اللي تشوفه، لأن الله أعطاها طاقة تحمل وصبر نفس الراجل أو حتى تتفوق عليه، لأنها تقدر تدير حتى أكثر من حاجة في نفس الوقت. وبالفعل اليوم أصبحت مسؤوليات المرأة أكثر حتى من الرجل. عمل المرأة مش وليد الحاضر، هو من زمان، ومهما درنا لن نصل إلى تضحيات المرأة ومش هنوفو تعبها وتحملها لأعباء الحياة. صباح الخيرات. طبعاً حننتقل توا لموضوع مهم، وهو بدأت الأيام اللي فاتت أو بالتحديد يوم الأحد حملة في طرابلس تحت اسم فرسان التغيير لمساعدة أطفال أو الأطفال المصابين بالسرطان. ومعنا عبر الهاتف الدكتور أو خلينا نقوله طالب الطب عبد المالك بن يوسف، أحد مؤسسي الحملة، عشان نوقفوا معاه على أهم التفاصيل. صباح الخير عبد المالك. صباح النور أخي الكريم علي، كيف الحال؟ أهلين بك. طبعاً بداية عبد المالك، نبوك تعرفنا بحملة فرسان التغيير، منين جت وكيف جت الفكرة في الأساس وفي الأول؟ طبعا بداية نحب نشكر قناتكم قبل كل شيء على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج. شكرا لك. طبعا بالنسبة لفكرة حملة فرسان التغيير، الفكرة جتنا بحكم أن إحنا الطلبة مقبلين في سنة رابعة طب بشري، وكيف خشينا في المرحلة السريرية في دراسة الطب، ودرنا جولات داخل أقسام المستشفى منها قسم أورام الأطفال، ولقينا الوضع مزري للأسف ومتأزم من جميع النواحي. نعم. وتواصلنا حتى مع الكادر الطبي وقالوا أن في نقص يعني في أدوية الكيماوي، في أدوية المضادات الحيوية وأبسط المستلزمات الطبية. فإحنا مجموعة من الطلبة يعني أنشأنا الفكرة أن نديروا حملة باش نساعدوا القسم ونساعدوا الأطفال اللي يعانوا يعني من المرض هذا، ونوفروا لهم الأدوية هذه اللي يحتاجوها. نعم، هل قدرتوا عبد المالك إن كنتوا توفروا كل الأدوية لأطفال مرض السرطان؟ طبعاً إحنا قاعدين في البداية، الحملة هي بدأت يوم الأحد اللي هو يوم 9/4، فإحنا كيف بدأنا يعني كيف بدأنا نحط يعني في صناديق في أماكن معينة باش الناس تتبرع، وكيف بدأنا في الحملة حتى يعني من ناحية إعلامية مش كل الناس قاعدين عندهم علم. احنا قاعدين في البدايه، هي الحمله تبدا يوم 9/4 او بدت يوم 9/4 وتنتهي يوم 15/5. جميل. يعني الفتره الزمنيه هي حنحاول نوفروا المبلغ المالي باش نشروا الادويه هي للمرضى. ممتاز جدا. بدات يوم الاحد اللي فات وحتكمل يوم 15/5 او 18/5 اعتقد قال عبد المالك. بعون الله. تمام. قول لنا وين الاماكن اللي موجوده فيهن بالزبط هذه الصناديق، عشان الناس اللي يشوفوا فينا توا يقدروا مثلا يساهموا في هذا الموضوع. وين الاماكن وكيف الاليه اللي تتم بها يعني استغلال هذه الموارد اللي ان شاء الله حتوصلكم ونقولوا وصلتكم الى الان، كيف يتم استغلالها يعني؟ طبعا قبل ما نذكر الاماكن شن هي بالضبط، احنا تواصلنا مع القسم امس، كنا مع رئاسه القسم والدكتوره رئيسه القسم، واعطونا قائمه باسماء الادويه يلي ناقصه. جميل. الادويه الناقصه هذه كانت عباره عن مضاد حيويه، بالنسبه لادويه الكيماوي قالوا لنا بعد ما تحصلوا في المبلغ تتواصلوا معنا ونحاول نوفروها. الاماكن هي بالنسبه يعني لتجوره كانت صيدليه العافيه اللي بجانب مسجد عاشوراء، صيدليه تاج الوفاء، صيدليه اساور، صيدلية المدينة المركزية بشارع عمر المختار، صيدلية راس حسن، صيدلية تبارك بغوط الشعال، صيدلية الريان بجنزور الشرقية، صيدلية إلاف برجي، ومدرسة السراج المنير حتى هي بمن عاشور، هذه مدرسة متميزة بإقطاع دورات تدريبية لطلبة الطب، بصريات جبيانة بحي الأندلس، محل دايت شوب في شارع الجمهورية، مخبز المذاق الذهبي للغرارات، مصور الطالب بكلية الصيدلة، وحاليا في صندوقين اللي هو يعني بمساعده اتحاد طلبه كليه الطب البشري واتحاد طلبه كليه الاسنان، متوفرين صندوقين اعمال داخل مقر الاتحاد، وبعون الله في المده القريبه الجايه حنحاول نحط صناديق في اكثر من مكان في داخل الكليات،
إلى عند هاللحظة في تواصل حتى مع جامعة طرابلس وقاطع باء، في مجموعة من الطلبة الخيرين في هذه الجامعة يعني تعاونوا معنا وقالوا لنا احنا حنكونوا معكم وكل شيء، متواصلين حتى مع اتحاد الطلبة باش ياخذوا الموافقة ويتم يعني نحطوا صواريخ داخل الكلية ويتبرعوا الناس. نعم عبد المالك، هذا بالنسبة لداخل ليبيا. بالنسبة لخارج ليبيا اللي أكيد يشوفوا فينا الآن وحابين يساعدوا أو يساهموا في هذا الموضوع. بالنسبة لخارج ليبيا طبعا تواصل معنا العديد من الناس خارج ليبيا ويبغوا يتبروا، لكن احنا قاعدين كيف ما قلت لك يعني قاعدين بداية، حتى آلية التنسيق يعني ما زال مش الطريقة منظمة بالضبط. احنا هي بداية الحملة كانت يعني غريبة، يعني ما كناش متصورينها يعني حيكون عليها إقبال بالشكل هو. في البداية كنا ناويين يعني نديروا صندوق صندوقين داخل كلية الطب مثلا وناس تتبرع، لكن أول ما أطلقت الحلم على مواقع التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك وكل شيء، والدكتور عمران الترهوني بارك الله فيه دار فيديو يعني على الفيس يعني حقق العديد من المشاهدات، الفنان فؤاد جريتي حتى هو دار شير للفيديو هذا، والدكتور معز شرقيط حتى هو يعني دكتور متميز حتى هو دار شير وحققت نجاح عالي. يعني في البداية احنا كنا نبغى كلية الطب بس، لكن في البداية تواصل معنا حتى كلية الهندسة، تواصل معنا كلية الصيدلة يبغوا حتى يشاركوا في الحملة هاي، تواصل معنا حتى جامعات من خارج طرابلس زي جامعة ترهونة، ظليطن، الزاوية والعديد. يعني الموضوع حقق نجاح عالي بعون الله. جميل. عبد المالك، خلينا اول شيء نحكي على الاسبوع هذا اللي فات، انت قلت فيه اقبال كويس، يعني هل مثلا قدرتوا توفروا خلينا نقول مبلغ كويس تقدروا تاخذوا به مجموعه من الادويه، وهل فيه مثلا حتحاولوا او تفكروا انكم تديروا كيف اللقاءات تكون كبيره لجمع التبرعات، مثلا يكون على هيئه حفله ام يكون على هيئه اي شكل من الاشكال، لكن يكون في تجمع كبير يعني خلينا نقوله. فهمت عليك. انا قلت لك من البدايه اخي علي يعني الموضوع ما كناش متصورينه هيك، يعني الموضوع زي ما تقول بدنا مجموعه من الطلبه عدد بسيط بعدين كبر الموضوع، فاحنا حاليا قاعدين نحاولوا نلموه وننظموه ونديروه بطريقه تسييريه منظمه. يعني مثلا المبالغ او الصناديق اللي حطيناها في الاماكن اللي ذكرتهم يعني بدري شويه، مع نهايه الاسبوع حنمشي نشوفوا هل في اقبال ولا لا، وناخذ المبالغ هي ونتواصل مع رئاسة القسم ونحاول نوفر الأدوية. على سبيل المثال أنا في رئاسة القسم إحنا الأورام يعني في نوع من المضادات الحيوية مهم جدا للأطفال أعمار، أسبوعيا يستهلكوا بقيمة 7000 دينار. يعني إحنا مدربين في يعني أول شيء نوفر الأدوية للناس في الفترة الحالية، وبعدين بشوية بشوية نحاول نوفر حتى الأدوية الكيماوية والادويه المضادات الحيويه. ممتاز جدا. ونحن عبد المالك اكيد حنكون معاكم في خلال هذه الفتره، ومستعدين طبعا لاي وقت انتم حابين تشاركونا باي مواضيع على هذا الموضوع. اخيرا عبد المالك وباختصار لو سمحت عشان الوقت يقدر يسعفنا، لو حاب تقول كلمه اخيره في هذا الموضوع. حاب نقول لكل شخص يتابع في البرنامج توا، يعني كل شخص يعني الموضوع ماهوش موضوع بسيط، هذو أطفال يعني سرطان، القسم في أمس الحاجة لهذه الأدوية، الأطفال محتاجين هذه الأدوية، كل شخص يسمع في البرنامج توا يتبرع ولو بدينار في أحد الأماكن هذه، وبعون الله في الأيام الجاية حنوسعوا من الأماكن ويعني وما دامنا تحطوا أنتم التغطية هذه كإعلاميا وكل شخص توصل عند الفكرة ونحصلوا أكبر مبلغ من المال. نعم نشكرك طبعا كل الشكر الطالب عبد المالك احد مؤسسي هذه الحمله، وكل الشباب اللي معك اكيد مشكورين على هذه اللفته الانسانيه منكم، شكرا لك ونتمنى لكم اكيد التوفيق. كلنا نعرف ان الاطفال هم عماد المستقبل وهم الحياه اللي حنعيشوها بعدين، ونحن قاعدين نبنوا لهم حقيقه في هذا الموضوع. طبعا موضوعنا اليوم كيف نعلموا الاطفال الثقه بالنفس وكيف حتفيدهم الثقه بالنفس اللي نعلموها لهم، وحنستقبلوا اكيد معنا عبر الهاتف السيد هيثم الخفيفي، هو استاذ في التنميه البشريه. صباح الخير. صباح النور استاذنا. صباح الخير، اهلا بك في برنامج الصبح استاذ هيثم. طبعا زي ما قال علي موضوعنا اليوم عن اهميه احنا نعلموا اطفالنا من سن صغيره ان هم كيف يكونوا زي ما نقولوا برزنتيشن او بحث، هذا الشيء يخليهم يتعلموا عده اشياء تساعدهم في حياتهم في المستقبل. يعني برايك ليش ما عندناش الشيء هذا في ليبيا لحد اليوم؟
طبعا موضوع البرزنتيشن والمواضيع علينا بتاع البحوث بتاع الطلبه الاعداديه والثانويه قصد كان بيها مش المرحله الجامعه ولا مرحله المعاهد صح؟ مرحله الثانويه والاعداديه. نعم. كيف؟ تمام، كيف يتم التنفيذ؟ خلينا نحكي بشكل كبير تنفيذ هذا الموضوع استاذي. تنفيذ هذا الموضوع طبعا يتعود، طبعا نحن في ليبيا في المده اللي فاتت السابقه طبعا مده سنين اللي فاتت كان ما عندناش ان الطالب يتعود على تقديم العروض. صحيح. في ليبيا طبعا عندنا قله اهتمام في هذا الاتجاه. ما نلقى ان الطالب الاعدادي والثانوي يقوم بالتقديم بالاسف يعني ما فيش طلاب الاعدادية والثانوية ان هم يقوموا بالعروض المهمة او الاعتماد حتى على نفسه حقيقة. استاذ هيثم باهي ايش رايك قبل ما نكملوا مع حضرتك وقبل ما نتعمقوا اكثر شوية في الموضوع هذا، خلينا نشوفوا هذا التقرير مع بعضنا اللي يحكي بالخصوص في هذا الموضوع. يلا. الأطفال هم أصحاب البناء والتطوير والتقدم إلى الأفضل، وبهم نشوف التغيير اللي نحن بحاجة له في كافة المجالات وعلى كل المستويات، تغيير يديروه الأجيال القادمة حاملة معهم كل أفق النجاح. هذا التغيير مش حيتحقق إلا إذا تنورت العقول وأصبحت تقرأ الغد بطريقة صحيحة ووفق متطلبات العصر وبمهارات متعددة لازم أن يتعلمها أطفالنا لتنعكس عليهم بفائدة كبيرة على مستوى حياتهم الشخصية والعملية. مهارة التفكير، التخطيط، تنظيم الوقت، الإعداد، البحث عن المعلومات، بالإضافة إلى مهارة التواصل مع الآخر والجرأة والثقة بالنفس والطلاقة في الكلام. وعملنا مسابقة عن مين بيقدر يرجع الكرات البلاستيكية لخط البداية أولا. بعد ذلك وزعنا عليهم الجوائز ورجعنا على الصف لتطبيق آخر نشاط وهو نشاط الليجو، حيث عملوا مسابقة عمين بيقدر يبني أطول برج باستخدام الليجو. في النهاية نمو المهارات الدقيقة وعضلات اليدين لديهم لما فكوا القطع عشان يساعدونا. من خلال هذه التجربة نمينا مهارة التواصل، حيث تواصلنا مع الأطفال المولودين بمتلازمة داون وتمكننا من تحقيق هدفنا. مهارات واجدة تفيد حياتنا بشكل عام اللي غابت علينا، فلنسرع باش نعلموا أطفالنا جيل الحاضر والمستقبل. طبعا شفنا التقرير مع بعضنا متوجه لك استاذ هيثم، شفنا كيف الطالبه مثلا اللي توا كيف تحكي قدام الناس وتقدم في البرزنتيشن بتاعها او العرض بتاعها. هنا بنسال حضرتك شنو يفيد الطلبه خصوصا في العمر هذا، خلينا نحكوا من نهايه الابتدائي الى الاعدادي، انهم يديروا مشاريع كيف هذين؟ طبعا بننوع على موضوع ان احنا صار في ليبيا هنا، طبعا المواضيع هذا تخلي الطالب تقديم العروض هذينا للاسف في ليبيا تعود الاهتمام طبعا في الاتجاه نادر ما نلقوه في طلب الاعداديه والثانويه عندنا احنا هنا في المراحل السابقه. تمام. وللاسف ان طلبه الجامعه نفسه نحن يعني تقديم برزنتيشن كان مش هذا كاي التقديم اللي نحن نعرفوه في الدول المتقدمه. نفس الوقت ان تقديم العروض برزنتيشن لها اهميه كبيره يعود بالفائده على الطالب اكيد بنفس الوقت، وهو مهم جدا ناحية اللغة بحيث يقدر الطالب استخدام مفردات اللغة بشكل جيد، أي لغة كانت مستخدمة سواء من ناحية المفردات أو القواعد أو غيرها. أيضا تدرب الطالب على مهارات الإلقاء والكتابة. الموضوع بعد ما طالب الإعداد ولا الثانوي وهو مثلا في السن الصغير هذا بعد ما يجي البرزنتيشن وهو مع جماعة من الطلبة اللي عنده هو خليه يتعلم مهارة الإلقاء والكتابة. وسيلة الطالب يشاركوا يتعلم الجميع مع السائد، يعني هو التعاون تعاون مدى الطالب هو في الاعدادي والثانوي، مهم جدا ان هو يعرف كيفيه التعاون. نعم. في المواضيع هذينا. نعم استاذ هيثم. نعم. حابه نسال ايه تفضل. والشعور الايجابي الذي يضيفه عندما يكون من افراد مثلا يقولوا من افراد المجتمع، ونفس الوقت اعطيه ثقه بالنفس وعدم الشعور بالخجل وروح التعاطف.
ودعم مجموعة الطلبة الذين يقومون بالعروض مع بعضهم. نعم نعم أستاذ هيثم، يعني نتأسف منك على ضيق الوقت، بس حابة أسألك آخر سؤال في موضوعنا، هل تعتقد بأن المنظومة التعليمية هي اللي تحتاج إلى تغيير خاصة للأطفال أو في تعليم الأطفال في ليبيا؟ أكيد. أنت المنظومة التعليمية عندنا نحن فيها بالذات في الكتب الإعدادية والثانوية ما عندناش حاجة اسمها تنمية بشرية. نعم. أن البشرية تعلم الشخص أنه هو يتعامل مع الناس، يتعامل مع الآخرين، ويعطي ثقة في النفس بتاعه. نحن بالحق في كتب ومناهج للتنمية البشرية، تنمية مهارات الطالب، سواء في مصر وفي تونس في الدول المجاورة عندنا، نحن في الكتب هذينا يعطوا فيه في المراحل الثانوية والإعدادية. نعم. بشكل يعني كبير يعني. تمام. أستاذ هيثم الخفيفي، طبعا كل الشكر لك أنك كنت معنا لقبولك الدعوة على هذا الحديث الجميل، شكرا لك. شكرا لي. طبعا موضوع مهم جدا حقيقة عبير، واللي قاله أستاذ هيثم فكرة شوية. صحيح. أكيد حنتناولوه أكثر في مرات تانية، واللي قاله صراحة الأستاذ هيثم شيء مهم جدا، واللي هو التنمية البشرية. نحن ما نعطوش في عيالنا في التنمية البشرية، ما نفهموش فيهم شن معنى التنمية البشرية، وهذا شيء يعني هو مجال مهم واسع ونستفيد منه حتى في حياتنا العادية، يعني بغض النظر عن التعليم. أكيد عبير، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. مرت بسرعة. عدت بسرعة، أكيد معاكم عدت بسرعة. طبعا نتمنى كل حد ما تجوزش إن شاء الله يتجوز قريب، اللي يبوا يتجوزوا، لكن اللي ما يبوش يتجوزوا عاد بجوهم هم إن شاء الله. عقبال اللي يشوف فينا كلهم، طبعا الشباب يقولوا لي عقبال شباب القناه قاعدين ان شاء الله. ان شاء الله كل الامور تتسهل على كل الشباب. نهايه اسبوع نتمنى لكم تكون حلوه، قضوها مع عائلاتكم في اجواء ان شاء الله تكون حلوه وربيعيه. نشوفكم في الاسبوع الجاي، حتى نتمنى معها نفس الامنيات اللي تمنيتها. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي.